ساكن في هذا الحي من 15 سنة، وأحفظ الطريق كاملة ولله الحمد. يعني أخرج أحياناً إلى المسجد إلى أي مسجد في هذا الحي، ولو أن الطريق أحياناً فيها حفر، لكن الحمد لله أنا تغلبت على هذه الصعوبة. بدأ رحلته القرآنية في عمر 6 سنوات متسلحاً بإرادة صلبة وعزيمة لا تلين. على الرغم من فقدان بصره، إلا أنه استطاع أن يحفظ القرآن كاملاً مستعيناً بذاكرته الفذة وصوته الشجي. في هذا التقرير دعونا نتعرف على قصة الشاب الكثيف هشام بكورة، الذي حصل مؤخراً على المركز الرابع في جائزة الملك عبد العزيز الدولية لتعليم القرآن الكريم المقامة في مكة المكرمة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والدافع الرئيسي لحفظ الكتاب الله سبحانه وتعالى أني سمعت بأناس ذاهبين إلى مركز أبو موسى الأشعري، فسألتهم إلى أين تذهبون؟ قالوا نذهب، يعني بغينا بنذهب بنتحفظ القرآن. فقلت أنا معكم، أريد أن نذهب بتحفظ القرآن. فقالوا لي في البداية شوف أهلك. فذهبت إلى أهلي، قلت لهم يا أهلي أبغى أتحفظ القرآن. فقالوا لي كيف أنت بتحفظ القرآن وإخوانك يشوفون ولا حفظوا؟ فكان عندنا الوعي بحق المكفوفين إنه الكفيف يعني بين 4 جدران، لا يحفظ لا يكتب لا كذا لا كذا. لكن الحمد لله رب العالمين صممت على حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. واجهتني بعض الصعوبات في السمع، عدم وجود أجهزة سمعية كانت معي، ولكن إخواني في مركز أبو موسى الأشعري وفروا لي الام بي 3 وفروا لي الأجهزة السمعية، وأيضا جمعية المكفوفين وفرت لنا مصحف طريقة برايل اللي هو جاء من الكويت، وفروا لنا جزاهم الله خير، وحفظنا القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين في سن 12 سنة. كنت أقرأ الصفحة الواحدة 23 مرة ثم أنتقل للصفحة الثانية، وهكذا أكملت بعدها إلى الإجازة بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمسابقة الملك عبد العزيز، طبعا كانت في تصفيات على مستوى اليمن أولا، بدأنا التصفيات من وادي حضرموت، كانت التصفيات في سيئون، وتأهلت فيها بنسبة 99 درجة تقريبا، 99.99 تقريبا. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى تصفيات المحافظات اليمنية وحققت المركز الثالث على مستوى الجمهورية. ثم بعد ذلك يعني من يتأهل في هذه المسابقة يذهبون به في المسابقات الدولية الأخرى، منها مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. الحمد لله الذي رفعنا بالقرآن وجعلنا من أهله وأمته. الحمد لله رب العالمين، حصلت على هذه المسابقة وهي أكبر مسابقة على مستوى العالم. بلغ عدد المشاركين في هذه السنة 174 متسابق يمثلون 123 دولة حول العالم. طبعا المسابقة كانت مسابقة تنافسية شديدة، يعني حيث كان 20 شخص تقريبا على كلام واحد من لجنة المسابقة، 20 شخص ما أخطأوا لا في الحفظ ولا في التلاوة، ففاضلوا بينهم بالصوت. من هذه المرحلة الحمد لله رب العالمين توفقنا وحققت المركز الرابع على مستوى العالم ولله الحمد. وفاز في المركز الرابع هشام سعيد أحمد بكورة من الجمهورية اليمنية. أولا أشكر الله سبحانه وتعالى، ثم أشكر والدي الكريمين، ثم أشكر المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وعلى الاهتمام بالقرآن الكريم، ثم أشكر وزارة الأوقاف اليمنية، وأشكر كذلك الجمعية الخيرية وجمعية الدعوة وكل من حفظني وعلمني حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى.